على سفح جبل السنارة من الناحية الشمالية الشرقية لمدينة صعدة تقع قلعة السنارة شامخة عتيدة في وجه الزمن، ترقب بصمت تقلبات الماضي والحاضر، وترصد بإطراق وهدوء ما يجري من أحداث ومتغيرات. بنيت القلعة من الحجارة على صخرة عملاقة وهي من عدة منازل، وفي أركان القلعة أبراج أسطوانية الشكل تؤدي مهمة المراقبة. شيدت القلعة لمهمة دفاعية وقد شهدت الكثير والعديد من الأحداث التاريخية في عصور مختلفة. يتيح موقعها الاستراتيجي مجال رؤية واسعة وإطلالة في غاية الروعة على قرى العبدين وأطراف من مدينة صعدة. تعد محافظة صعدة من المحافظات التي تحفل بالقلاع وتتوج بها جبالها ومرتفعاتها، والسنارة هي إحدى هذه القلاع الشهيرة التي تمثل شاهداً تاريخياً ومعلماً عمرانياً مهماً وإرثاً حضارياً شاهداً على براعة الإنسان اليمني في الهندسة المعمارية وامتلاكه الحس الأمني والحربي، كما تعد معلماً سياحياً تاريخياً بارزاً ضمن الشواهد الحية التي تحظى بها محافظة صعدة عبر حقب ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. تحتوي القلعة على مبنى رئيسي يطلق عليه الناظرة، يتكون المبنى من 4 طوابق وهو مخصص للحاكم أو القائم بمهام الدولة حينها، يمارس فيه مسؤولياته وأعماله اليومية في شؤون الحكم والفصل بين قضايا الرعية. للقلعة خزانات مياه داخلية وخارجية لهدف حفظ مياه الأمطار للأوقات الحرجة كالجدب والحصار. في فناء القلعة الخارجي يوجد سرداب يؤدي لداخل القلعة. للقلعة باب واحد وهو طوال الوقت مغلق أمام الزوار. في محيط القلعة الخارجي يوجد جامع قديم تم توسعته قبل 75 عام، تسببت الأمطار في سقوط جزء
من الجامع. لم تكن الأمطار وحدها هي سبب حدوث هذا الخراب، فإهمال الجهات المختصة إضافة إلى عبث الزائرين كان له دور فيما جرى. تشير اللوحة المنقوشة في الجدر الخارجي للجامع إلى أن الجامع تم توسعته في عام 1470 هجرية من قبل الإمام أحمد بن حميد الدين. على مقربة من القلعة يقع سد الخانق، وهو سد قديم تعرض للترميم والتجديد في عصور مختلفة. صمم السد بمقاييس هندسية تستطيع مواجهة ضغط المياه وتصريف مياه الأمطار الفائضة عن الحاجة الاستيعابية. صمم السد بمقاييس هندسية تستطيع مواجهة ضغط المياه وتصريف مياه الأمطار الفائضة عن الحاجة الاستيعابية. يعد السد دليلاً آخر على حنكة ونبوغ المهندس اليمني القديم في تطوير أساليب الري في تجميع وتصريف مياه الأمطار.